الحلقة الخامسة والأربعون في تفسير جزء عامة، والحلقة في تفسير سورة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر، يخبر ربنا أنه أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة عظيمة مباركة من الليالي شهر رمضان، وهي ليلة القدر التي تقدر فيها مقادير السنة القادمة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام على طريق التفخيم والتعظيم لهذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، ثم أخبر أن فضلها وعظمها بأنها رقم واحد، كل عمل فيها خير من عمل ألف شهر. أي واحد صلى ركعتين في ليلة القدر، صلى كأنه صلى الركعتين دي 83 سنة كل يوم واربعة أشهر. طب واحد صلى بقى 20 ركعة، يبقى كأنه صلى 20 ركعة لمدة 83 سنة واربعة أشهر عبادة. قرأ عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. ده ترجيح ابن كثير. ولأنها ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين. تاني حاجة في الليلة دي بيدل على فضلها: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. إن أهل السماء من الملائكة ومعهم الروح وهو جبريل، ينزل منهم من أذن الله بالنزول إلى الأرض في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح فيهم بإذن ربهم، يعني من أذن له أن ينزل في تلك الليلة. طيب: من كل أمر ومعهم ما قدر من كل أمر قضاه الله في هذه السنة من رزق وأجل وولادة وغيرها. تكتب كل واحد بيكتب له لا يحصل له في السنة دي كلها في الليلة دي. سلام هي، عن مجاهد قال: سلام هي، أي هي سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. سلام هي حتى مطلع الفجر. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها غير الثلاثة دول: من حرم خيرها فقد حرم. عن أبي هريرة قال: أتاكم شهر رمضان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صح الشيخ الألباني. وتمحو السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى ليلة القدر لها خمس فضائل. أول فضل: كل عبادة أحسن من 83 سنة عبادة، إن الملائكة معهم الروح بينزلوا بإذن ربهم، يعني الملائكة اللي تأذن لها بينزلوا. تالت حاجة: ومعهم مقادير السنة كلها بتكتب. تالت حاجة: سلام هي حتى مطلع الفجر، ليلة سالمة من الشياطين، والعبادة فيها من أجمل العبادات. والرسول زود: من حرم خيرها فقد حرم. وزود: تمحو الله به السيئات. طيب المستوى الثاني: ما المعلومات الهامة عن السورة؟ مكانها مكية وقيل مدنية، نزلت بعد سورة عبسة. ترتيبها 97، آياتها 5 آيات، عدد كلماتها 30 كلمة، عدد حروفها 112 حرف. مناسبتها لما قبلها، احنا خدنا المناسبات لما قبلها ده بالتفصيل في أول الربع، يراجع. طيب: ما خلاف في تحديد موعد القدر؟ ليلة القدر فيها أكثر من 40 قول. الراجح انها تتنقل بين الليالي، كل سنة لها يوم ليلة غير الليلة التانية. طيب: ايه الدليل انها في رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن؟ ايه الدليل انها تتنقل في العشر الاواخر؟ قضى النبي 9 رمضانات، ثبت انه علمها في 4 منهم، فصح في حديث ليلة 27 والواحد والعشرين والثلاثة والعشرين والاربعة والعشرين. علمها ونسيها في سنة من السنين، السنة الخامسة علمها ونسيها، أو لم يعلم موعدها في رمضانات. والدليل إنها رفعت، أي رفع العلم بتعينها، وفي رواية نسيتها أو انسيتها. طب ماذا كنا نفعل؟ ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نتحراها ونلتمسها كما أمر النبي؟ الأمر الأول: كان الرسول بيجتهد العشر أيام الأواخر ما لا يجتهد في غيره، لحديث: من كان ملتمسا فالتمسها في العشر الأواخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظ أهله. الأمر الثاني: كان أكثر اجتهادا في الوتر منها من الزوجي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها.
الأمر الثالث، فإذا وجد علامتها يكثر من الدعاء: اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. والدليل عن عائشة: رأيت إن علمت أي ليلة قدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. علامات ليلة القدر: ليلتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة بلجة حارة لا باردة ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامات يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. صبيحتها من علامات يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة سمحة طلق لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. ما التحدي الخطأ ليلة القدر؟ أنه يروح يصلي يوم 27 ويرجع بأي حاجة تانية. طيب، هل كانت ليلة القدر في الأمم السابقة ولا من خصائص أمة محمد؟ نتوقف، ما عندناش دليل. ما أهم الأحاديث الضعيفة في السورة دي؟ أحاديث ياما خالص ضعيفة بنطلع عليها في الكتاب. قول قولي هذا واستغفر الله.